مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. غادي نتناولوا موضوع الساعة اللي هو كأس العالم. مشاهدينا الكرام، المنتخب المغربي الكل يناقش في الموضوع ويتمنى مستوى لضرب المنتخب يكون مستوى مشرف. مشاهدينا الكرام، التعبئة الشاملة المغاربة في المغرب وخارج المغرب مع المنتخب من أجل الوصول إلى نتيجة مشرفة. مشاهدينا الكرام، معايا عبد العزيز. عبد العزيز من أروع المحللين في الموضوع، لا أبالغ في الكلام، تبعوا معايا. كيفاش كتشوف المنتخب الآن وهو مقبل بعد يومين، يعني اليوم وغدا أن غادي نشوفوا المقابلة الأولى ديالو، كيفاش كتشوف الموضوع؟ والمقابلة غادي تكون صعيبة لأنك غتلعب ضد وصيف النسخة السابقة، لأن وصيف البطل ومنتخب كرواتي اللي كان صعيب أنه يتوقع أكبر المتشائمين أنه يخسر النهائي ضد فرنسا في النسخة السابقة، لأنه كان قدم مستويات كبيرة والمسار ديالو في التأهل النهائي كان حتى هو صعيب، وكان في مجموعة صعيبة، يعني كان شبه ظلم انه ما خداش اللقب في النسخه السابقه. هادشي اللي غادي يخلينا نكونوا واقعيين مع انفسنا وما نحلموش الحلمه ديال مواقع التواصل الاجتماعي، ما نبقاوش نفخوا اكثر من القياس. درنا مقابلات وديه اللي كانت في مستوى كبير، ولكن ماشي هي المعيار الحقيقي ديال المنتخب الوطني، وماشي هي الامور اللي غادي تخلينا نوقفوا على جاهزيه المنتخب الوطني. راه شفنا في مقابله جورجيا وليد الركراكي ما كانش كيقلب على الانتصار بقدر ما كان كيقلب على مراكز الخصاص، وكيف ما كنقولوا كيحاول يرقع الخصاص والاصابات اللي كانت مفاجئه في اللحظات الاخيره. اصابه امين حارث اللي كان يمكن تبني عليه اللعب، لان لا كان عندك زياش وحارث، ماشي بحال كان عندك زياش بوحده او لا حارث بوحده، لانك يكونوا عندك صانع العاب بجوج، يعني تقدر جو واحد كيلعب اساسي والاخر جوكر، يعني ديما غيبقى عندك واحد الامتياز. الان تبدلات الصوره وتقدر تبدلات النظره ديال وليد الركراكي والاستراتيجيه ديالو في تدبير المقابله، لان ما كانش شي واحد كان كيتوقع ان غادي يكون عندنا الزروري داخل المنتخب الوطني وغادي يلعب لصالح المغرب في الوقت اللي كان كل شيء كيتوقع انه غادي يلعب البلجيكا او هولندا. مقابله كرواتيا كتبغي الواقعيه، كتبغي اللاعب الجماعي، ولعبوا كمجموعه ماشي كافراد، لان بعض العيوب في اللاعب الفردي المبالغ فيه هي اللي تقدر تكون الاثر ديالها سلبي على المجموعه، ولان الا ضيعتي كرات ضد كرواتيا بوسط ميدان ديالها اللي فيه مودريتش وفي كوفازيتش تقدر تندم عليها بزاف وما ترجعش في الماتش. عندي معك سؤال هو الفريق اللي غادي يلعب مع المنتخب. كان حوالي 5 سنوات هي فاش وصل للنهاية، من 5 سنوات الآن واش تطور ولا بقى المستوى ولا نقص؟ من هنا غادي يبان لك التحليل بحكم أنك محلل ومتتبع لكرة القدم بشكل كبير. شوف، المنتخبات صعيب تحكم عليها كيف ما كنقول في الاقصائيات وفي الادوار الاقصائيه، فرق بانها كتشارك في المنافسه في النهائيات، لان المنتخب الكرواتي ما كانش عنده واحد المسار كبير في الاقصائيات وفي مساره في تاهل كاس العالم، فرق ما بين مشاركته في منافسات كاس العالم. يعني انت ملي كتدخل المنافسه الرسميه وكتدخل للنهائيات كيتبدل بزاف ديال الامور، تقدر تكون درتي واحد المسار كبير وما توفقش في النهائيات ويكون العكس، لان المنتخب الكرواتي فرق ما بين المنتخب الكرواتي ديال النسخه السابقه وما بين المنتخب الكرواتي اللي لعبناه معاه في دوره الحسن الثاني، لان لعبنا مع المنتخب الكرواتي في دوره الحسن الثاني مقابله وديه، ولكن فرق الاجيال والناس خدمات على راسها وطورت نفوسها حتى وليتي كتشوفهم كينافسوا على كاس العالم، وبانهم تظلموا ما فازوش بكاس العالم، يعني بالنسبه لهم كتكون كغصه ماشي كتكون كفرحه بحال المنتخبات الصغيره اللي بمجرد انها كتوصل المنافسه كتفرح على بحال انها داتها. يعني انت ملي غتمشي تنافس ماشي هي تمشي تشارك. المنتخب الكرواتي الان كينافس ماشي كيشارك. شفنا في 98 تقصى بواحد الطريق، تقصى ضد البلد المنظم فرنسا، شفنا كيفاش خسر النهائي ضد فرنسا، يعني فرنسا كانت شبه عقده للمنتخب الكرواتي وكانت حرمته انه يفوز بالقاب. الان غادي يلعبوا مع جيل اخر،
مع بعض اللاعبين المجربين كمودريتش كبيريزيتش ككوفازيتش، لاعبين اللي عرفناهم كيف ما كنقولوا، وقدر يبانوا نجوم اخرين للمنتخب الكرواتي، لان كل دوره ونجوم ديالها والاسماء اللي كت تبصم على شهاده ميلاد للفوسا. السؤال الاخير اللي عندي معاك هو تعطيني المقارنه بين هذا الفريق مع الفريق الثاني اللي هو بلجيكا، كرواتيا بلجيكا. واش بلجيكا بنفس المستوى مع كرواتيا ام تقل شيئا ما او متقارب، يعني المستوى ديال بلجيكا مع كرواتيا؟ كيفاش كتشوف بلجيكا تايا اللي تايا بطبيعه الحال هي اللي عندنا مع المقابله الثانيه؟ وبلجيكا وكرواتيا فرق الواقعيه، منتخب الكرواتي كيلعب واقعيه اكبر كيف ما كنقولوا، كيلعب ككتله جماعيه كفريق جماعي كمجموعه ماشي كافراد. فرق مع بلجيكا، بلجيكا عندها الفنيات اكبر، عندها كيما كان دي براون، عندها هازار اللي واخا ماشي في افضل حالاته مع المنتخب كيأدي، لوكاكو اللي كتحوم الشكوك حول المشاركه ديالو، يعني فيت لاعبين اللي تجربوا مجربين، وعندهم كورتوا اللي حارس عالمي حارس ريال مدريد. ولكن كواقعيه ككتله جماعيه الكفه ديال كرواتيا كترجح اكثر، لانهم كيلعبوا بشكل واقعي كبير، لان كنعرفوا المدرسه ديال اوروبا الشرقيه كتعتمد على الاندفاع البدني وعلى الواقعيه في اللعب، ماشي كيف ما كنقولوا الفنيات المبالغ فيها، لان هذا الشيء يقدر يكون الى استغلوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني، تقدر تكون عندك مقابله ديال بلجيكا تقدر تكون اسهل من مقابله كرواتيا. ما غاديش نحكموا على مقابله بلجيكا مع مصر، ولكن كنهضروا على بعض الثغرات في دفاع بلجيكا لاكثر من الثغرات اللي كاينه في دفاع كرواتيا. سي عبد العزيز شكرا لك، حللتي لنا الموضوع بحكم التجربه ديالك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا تحليل شيئا ما بعقلانيه وبحكمه اكثر، ولكن يبقى الدعم ديال المغاربه للفريق الوطني شي حاجه اللي قاعده، لانه هذه مساله كتهم المغاربه بشكل كبير في المغرب وخارج المغرب، وفي نفس الوقت روح الوطنيه هي القاعده. مشاهدينا الكرام نتمنى اسود الاطلس التوفيق، ونتمنى ممكن واحد مداخله بسيطه بالنسبه للجماهير، خاصها تحط في دماغها واحد الحاجه، لان وليد الركراكي والمجموعه ديالو ما يمكن نحاسبهم فعلا ونحاسبهم بالصح حتى المورا كاس افريقيا، لان المنتخب هذه المجموعه مطلب ديالها هو كاس افريقيا اكثر من المسار ديالها في كاس العالم، لان نقدروا نحاسبهم بالصح وتكون المحاسبه الحقيقيه في كاس افريقيا. ما نظلموش هذا الجيل، لان الى حافظنا على هذا الجيل عندنا منه لاعبين اللي قدروا يعطيونا القاب في قادم السنوات، ماشي كيف ما كنقولوا كيف ما كنا كنبكيو على الاطلال كنخرجوا من المنافسه وكنقولوا عندنا منتخب واعد، في الوقت اللي ما كنلقاو حتى شي لاعب واعد ولا حتى شي لاعب نتاملوا فيه او نتوقعوا منه انه يعطينا القاب او لا يعطينا شي حاجه. من كنتمنوا في كاس العالم تكون شي نتيجه مشرفه يا ربي، لان جميع الاحتمالات ما كتفاجئش، الا تاهل المنتخب الوطني للدور الموالي راه ما غنتفاجئوش، لانه يستحق كلاعبين يستحق، ولكن كواقع الى التقصى راه ما غاديش نتفاجئوا، لان كتغلب كيف ما كنقولوا التجربه والاستعداد الحقيقي. ناس كتبني على 10 سنين او لا 20 سنه، ماشي هي ناس كتجمع في شهر ولا شهرين. شكرا لك مشاهدينا الكرام، التوفيق للمنتخب المغربي، ونتمنى أن تكون نتيجة مفرحة التي تثلج صدور المغاربة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.